خروج السياح الألمان بطريقة مريبة في الغردقة. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن خروج بعض السياح من أكبر فنادق في الغردقة وهم بيتخانقوا وشكلهم مطرودين من المكان لأن ملهمش حجز والناس كلها هجمت الفندق. إزاي السياح يتعاملوا بالطريقة دي؟ لكن مش دي الحقيقة، والفنادق معذورة. اللي محدش يعرفه إن 11,000 سائح محبوسين هنا في مصر، والسبب إن الشركة السياحية اللي حجزها لهم من ألمانيا والنمسا وبعض من الدول الأوروبية أعلنت إفلاسها قبل ما ترد للناس فلوسها، وما دفعتش حجز الفنادق والقرى هنا في مصر، ومن غير ما تعرف الناس دي هتقعد فين أو حتى حجز الطيران. ولما راحوا المطار عشان يرجعوا برضو ما لقوش حجز للطيران، واتدخل السفير المصري والسفير الألماني عشان يحلوا الأزمة دي. احنا بنتكلم في مشكلة تكلفتها تقريبا 125 مليون يورو، متخيلين الرقم؟ وبعد ما السفير الألماني والسفير النمسا تواصلوا مع السفير المصري توصلوا لحل الأزمة دي، ان في حاجة اسمها صندوق التأمين السياحي في ألمانيا هيدفع الفلوس دي للسياح ويعوضهم. المشكلة انها مش عندنا عشان النظام الفنادق المصرية، وقالوا ازاي يتعاملوا مع السياح بالطريقة دي. المشكلة هنا في 3 أكبر شركات سياحية في العالم. تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم نور من عين مصر.